احنا السنه دي بننصح بشكل خاص بان نحرص على تلقي لقاح الانفلونزا نظرا للاهميه الخاصه اللي بيكتسبها هذا العام، عشان ان هو هيبقى طبعا بيزيد انتشاره في فصل الشتاء، وده هيواكب موجه تانية متوقعه لانتشار الكوفيد 19 او وباء الكورونا المستجد. فاذا كان عندي مرضين دلوقتي فيروسيين بيستهدفوا جهاز التنفسي بتاع الشخص، ففي وسيله فعاله جدا تقدر تحميه من شر الاصابه باحد هذين المرضين. ولكن اللي احنا المفروض ناكد عليه ان تطعيم الانفلونزا او لقاح الانفلونزا الموسميه ليس له دور في الوقايه من الكورونا او تقليل الاصابه بها. في المقابل برضو بناكد وبنقول ان لقاح الانفلونزا لن يكون او ليس سببا او ليس يعني له دور في ان يزود احتمالية إصابة الشخص بالكورونا من عدمه، لأن جهاز المناعة جهاز يعمل بدقة عالية وبكفاءة عالية جدا وبشكل متخصص عالي جدا. إن أنا لو اديتك اللقاح وفي مرض تاني منتشر، الجهاز المناعة هيعمل استجابة مناعية للقاح وهيقيك من شر هذه الإصابة، وفي نفس الوقت هيتعامل مع الوباء المنتشر ويحقق الشفاء اللي بيتمتع الناس بيه في حالة الإصابة بيه. أما كون إن هو يبقى سبب في الإصابة بالكورونا فهذا كلام مغلوط، وهذا كلام لا يمت للحقيقة بأي صلة. طبعا احنا في الوقت الحالي احنا بنقول للناس كلها المفروض تاخد اللقاح، ولكن في مقدمة هذه الدعوة بتاعتنا بنقول بصفة أساسية الأطقم الطبية عامة، بعد كده يأتي الأطفال، بعد كده كبار السن، بعد كده أصحاب الأمراض المزمنة، على أساس إن كفاءة جهاز المناعة لديهم ما بتكونش على الشكل المطلوب أو الشكل المنوط بتحقيق لهم الوقاية خلال انتشار مثل هذه الأمراض زي الأنفلونزا الموسمية وما إلى ذلك.